يا منير، شوف 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 الحركة اللي بنت كلب يا شيخ. هذا محل جديد، أول مرة أجيه. شوف حاطين الكاميرا وين؟ شفت العمود هذا؟ شوف الكاميرا، شفته؟ حاط لها غطاء هذا شفاف. كذا ما أدري كيف حسيت اكتشفتها يا شيخ. شوف هذه البطاريات هنا تروح. شوف الغطاء تسكر. الكاميرا هذه ثابتة هنا في الدولاب، هذا طبعا مكشوفه. شفت كيف الدولاب مكشوف، ما في باب كذا. شفت الكاميرا؟ الكلب أشك فيها ما يمري داخل.